السلام عليكم، حياكم الله بمقطع ثاني. نايف سنسي معاكم، رجالكم في إلدر رينج. قبل ما نبدأ حضرتكم شيء جديد، أتمنى زر الاشتراك وأتمنى تشتركوا القناة مواقع التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم. في مقطعنا اليوم راح نشرح على السولز أو على الريمبرنس تبع الزعماء، أو خلينا نوضحها أكثر. هي هذه الأشياء، هذه طبعا الريمبرنس تأخذها بعد ما تقتل زعماء معينين زي الفاير جاينت، زي كرافتد، زي الفول مون كوين، رادان، الأومن كينج، يعني زعماء كثيرين في اللعبة أساسية. بعد ما تقتلهم راح تحصل الروح حقهم، وطبعا هذا الأرواح أو الريمبرنس هذه تقدر تستفيد منها في إيش؟ تروح الراوند تيبل وتقدر تستبدلها بسلاح أو خاصية معينة على حسب الزعيم والسولز حقه. راح أسأل لكم الجزئية هذه بعد شوية، لكن أكيد أغلبكم شاف أنا أسميها سلاح عملاقة، هي اسمها واكينج ميوزلم على ما أظن. فيب هذه الأشياء الغريبة أكيد أغلبكم شافها، وممكن في كثير راح يعرفوا فائدتها وفي ناس ما تعرف فائدتها، فعلشان كذا سوينا المقطع هذا عشان الناس كلها تعرف فائدتها. طيب، هذه لما تكون تمشي كذا أنت لازم تنزلها. كيف أنزلها؟ أجي عند الرجول حقها وأشوف الجماجم هذه، أبدأ أضربها كأني إيش، أنظف هذه السلاح العملاقة هذه، أنظفها من الجماجم هذه، وأبدأ أضرب 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 إلين ما أشوف أن السلاح بدأت إيش، بدأت تتغير حركتها، لأنها إذا غيرت حركتها راح إيش، راح تنزل في الأرض. أوكي، ما نزلت فلسه لازم باقي نضرب. أوكي، انتبه لأنه توقع تعطيك وان شوت. أوكي، اوكي هذا ثنتين، وننظف هنا يعني تمشي بالحصان بس كذا وتنظفها. اوكي لسه ما نزلت. اوه شوف هذه كيف متجمع مع بعض. اوكي بدأت تطيح الحجارة، بدأت خلاص بدأت تنزل. اوكي كذا احنا نزلناها من الارض. طبعا نزلت خلاص. اللي يبغى يشوف موقع هذه موجوده هنا في المنطقه الاولى، هذا اول بونفاير. كل ما عليك بس انك تنزل من هنا. طبعا هي منتشره في العالم في كميات كثيره منها، يعني ما هي واحده ولا ثنتين، لا في كميات كثيره، لكن هذه اقرب واحده واسهل واحده في المنطقه الاولى. طيب بعد ما انزلها اجي هنا افتح الباب حقها، وراح يكون فيها الشيء الغريب هذا، اضغط عليه واي، بعدها راح يطلع لي ارواح الزعماء اللي انا ذابحهم. تمام، اي زعيم انا ذابحه راح تطلع لي الروح حقه، ولما اضغط اي على الروح المعينه هذه راح ايش اسوي لها دوبلكيت. دوبلكيت يعني دبلها، يعني كان معي واحده منها راح تصير ثنتين، اقدر اشتري سلاح البوس هذا مرتين او الخاصيه حقه مرتين، او اقدر اشتري سلاحه والخاصيه الثانيه. فهذه هي راح تدبل لك، حتى لو اكلتها استخدمتها تجي هنا تقدر تدبل الاشياء اللي انت مستخدمها. فبس تاكد انك ايش ذابح الزعماء المعينين اللي تبغاهم علشان تقدر تاخذ ارواحهم. طبعا زي ما قلنا لما تبغى تستخدم ارواح الزعماء نجي على الراوند تيبل هنا. هذا الراوند تيبل، نروح هنا الغرفة هذه، هذه هي العجوز اللي كنت أتكلم عنها. نكمل نكلمها، receive power from remembrance، وهنا تقدر إيش اختار مثلا سلاح، اختار مثلا الخاصية، على حسب تفضيلك أنت إيش اللي تبغاه. على العموم هذا كان كل حاجة اليوم، منكم استمتعتوا، كان معكم نايف سنسي، وأشوفكم على خير المقاطع الجاية. السلام عليكم.